غنعطي وصفه للتجاعيد والكلف والبشره ناشفه، غادي يكونوا فيها اولا غادي نعطي وصفه لترميم البشره. اذا البشره ديالنا غادي نحاولوا اي حاجه كانت فيها ماشي هي هذه كنحاولوا نردوها للحاجه الحاله الطبيعيه ديالها. اذا ركزوا معايا، غناخذوا زيت اللوز الحلو، غادي ناخذوا واحد الزيت اللي غنولي ندخلها لكم بزاف، زيت الكمون. زيت الكمون اللي عنده واحد الفوائد كبيره 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 على البشره ديالنا. زيت الورد، وهذا الشيء كامل غادي نديروا معاه زبده الكاريتي. دائما كندخلوا زبده الكاريتي كاساس، اون باز دو كريم، يعني الاساس باش كتولي عندنا كريمه. زيت اللوز الحلو، زيت الكمون، زيت الورد، معلقه صغيره من كل زيت، غادي ديروها في 5 ديال المعالق كبار ديال زبده الكاريتي اللي غتكونوا ذوبتوها في حمام مريم. تخلطوا هذا الخليط هذا كامل حتى يتخلط مزيان، غتخليوه يبرد. الكريمه اللي حصلتوا عليها غتوليو كدهنوا بها البشره ديال وجهكم، العنق ديالكم، والدوره ديال العين، ماشي مشكل، وباتوا بها. هذه الوصفه ما تخطاكمش، هذه الوصفه استعملوها دائما، فغتكون وصفه مرممه للبشره.